الباشا وترجع مرة ثانية. ايش كيف يحكي عن عبد الرحيم؟ ايش دا قل له للباشا؟ قل له عبد الرحيم ما بقى يهيب. ايه بعرفه منيح للباشا. خلاص اذا حكى شغلي قدام الناس ايه ما بيرجع بكلامه. ابو سيدك يا رجال، فهيمة قطع حليبة، والله يحمي ما يموت الولد. بعدين يا ام رحيم بعدين. لأهل قلبي، لأهل قلبي مات هالنبي ابنه. عجب الصاير فيه. هذا احسان بيك. ايش جابه؟ تعي ساوي حالك ما شايفني. كن الخالي امون ما يريد تساعدني. ليش الشغله بتصير راسا؟ يا خانم اصروا يا خانم. يا دادا اصروا يا خانم. اصروا يا خانم. اصروا يا خانم. يا دادا اصروا يا خانم. يا دادا استني شوي احسن. اصروا يا خانم. سبب اسماعيل باشا. ايش فيها سبك؟ خير ان شاء الله. حسنا بنهزع منه. شفت شلون بركض فتص من الضحك. الله يستر الباشا ما يزعل مننا. ليش بقى؟ ايش سوينا له؟ يا ستي انا شايفه احسان بيك ما اشبه شيء بيسلي. ليش ما بتاخذي دادو؟ خلص. بس انا زعلانه من خالي امون، وعدتني تقرا عليه لهلا ما عملت شيء. بظهر ما عاد تحبني مثل قبل. خالي أمون بتحبك قد الدنيا، ما في مثله. منشوف. فين أبوك أديبك؟ قال مشغول بسلم عليك كثير يا باشا. ليش كنت عم تلحق سوريا خانم والدادة؟ معيب عليك؟ سامحني يا باشا، كنت ريد أمسي على سوريا خانم. كنت ريد تمسي. صدقني يا باشا. تاني مرة ما بدي أشوفكم عم تلعبوا. انتوا لسه ما خطبتوا رسم، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. قول له لابوك يجي قابلني بكره عشان نحدد موعد الخطبه. الله يخلينا اياك يا باشا. الله يحرمنا منك يا باشا. تكرم عينك، راي اسرع لك فيها ما دام كل هاد مستعجل. اي نعم مستعجل، والله العظيم مستعجل. يا باشا ايش في يا عباس؟ اجى ابو رحيم قال بده يقابلك. قول له الباشا مشغول يلا. قلت له يا باشا ما عم يفهم حكي. أبوس إيدك يا باشا، تسمعني دقيقة واحدة. مالك شايف عم تضيف؟ كلمتين بس، أعفي عن ابني عبد الرحيم ولك الثواب عند الله. ابنك عبد الرحيم رفس النعمة. رفس النعمة، صحيح رفس النعمة، بس يعني قلبك كبير. بدي أربي فيه كل أولاد الضيعة. الدنيا ما هي فلتانة. إيش كنا عم نحكي يا أحسان؟ يا باشا كنا أبوس إيدك يا باشا، أبوس إجرك، ولده ولد عقبين عند عاصم بيك ولسه ما شافه. شو أنت ما تفهم حكي؟ خذوا من هون. حسبنا الله ونعم الوكيل. ناس ما بتفهم. صحيح يا باشا صحيح. رايت جيب مالك
سيك. فتنك؟ طيب بريدك. خير يا باشا. ايش غيرتوا مشان خطبة سوريا على حسان؟ لسه ما غيرنا شيء، الموضوع ما صار له يومين ثلاثة. أنا فكري تغيروا حالكم. فكري نعمل الخطبة يوم الجمعة الجاي. أمان يا ربي، لإيش العجلة؟ لازم نخيط ونفصل لسوريا وقلنا، مشان هيك لازم ننزل لحلب. انزلوا، مين بينعكم؟ بس طاجنة. أنا رأيي إن نأجلها أسبوعين ثلاثة، وأنت لسه ما أعطيت وعد، فما رأيي تخجل. اليوم شفت إحسان راقد ورا سوريا وعم بيلعبوا. سوريا وإحسان عم يلعبوا؟ إيه نعم. على بنا ما بتريدوا. معناتها كانت عم تتدلل. هيك الهيئة. اسمعوني هلا. مو الجمعة الجاية، الجمعة اللي بعدها. دبروا حالكم شلون ما كان. على العرس بتبقوا بخيطوا يلي بدكم اياه. هلا مشوها. أنا تحاكيت مع عم إحسان مشان ننزل لإسطنبول ونجهز للعرس من هنيك. على إسطنبول في هالوقت؟ وإيش فيه هالوقت؟ الحرب مبين عليها واقفة، وسوريا بتستاهل تتجهز من إسطنبول. قلبي مو مطمن يا معاصم. من هول للعرس بفرج الله. والأفضل تجهزوا حالكم من حلب. يلا يا بنتي قومي كلي لك لقمتين. مالي نفس عمو كلوا انتو. ولو لقمتين عين خالتك، مو مشانك مشان الولد. لاحظتوا لبن قبل شوي. حسبنا الله ونعم الوكيل، كل الحق علي. لا يا عمو لا، نصيبه. منين خطرنا نحفر وتمر عنطم وانا بعرف. هلا صلي على النبي يا رجال، يعني لو ما كنا حافرين وصار اللي صار، كنا تمنينا نعمل نفس الشيء في الشتاء. تتذكر عم نول شلون جعنا؟ نصيب، الله ينعل الشيطان. أبو رحيم، روح لعند الباشا وترجاه مرة تانية. أعوذ بالله، هذيك المرة قلعني يا أبو رحيم، قلبه مثل حجر. لا تروح عمو، كرامتك بالدنيا. أحسن شيء بكره انزل لعزاز واسال عنه. قلبي محسسني انه عبد الرحيم بخير. الله يحنن عليه وييسر امره. ايش نسمي الولد؟ ايه عمو خلونا نسمي الولد. ما كان قايل لك عبد الرحيم على شيء اسم؟ كان محسب رح يجيب بنت، كان رايد نسميها زهره. ايه الله بعت له صبي والحمد لله. بنسميها على اسمك عمو، نوفل. عبد الرحيم راح ينبسط كثير لما يرجع. ايه والله يا بنتي. لا يا ابراهيم، انا اسمي ما بيليق الا للختاره مثلي، ما بيليق لولد صغير. لكن ايش بدنا نسميه؟ بدنا نسميه عادل. عادل؟ اي نعم عادل. لعل وعسى الله يبعث له مين يحبه ويوقف جنبه. Thank you.
لا خلص خلص ما عاد حدا يضربك. وعلى ما عليك تقوى على واحد تلو. اطلع لبرا اطلع لبرا برا. ديني بالك يا حسين. خلص حبيبي خلص طلع طلع خلص 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 حبيبي خلص خلص سوريا خانم خلص 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 يلا شان حبيبي شان شاني شان سوريا حبيبتك شان اختار. يلا 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 صح كمان 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 تعي خذي يا دودة. خلص حبيبي خلص 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 ما عاد حدا يضربك خلص. النوبة قام صار يسرق لما دخلت عليه حسيبه قام هجم عليها صار يركلم شعشق بحواجه مسكين بتفيق وعاصم مشان يربطه قام صار يضربه. كسر ايدين ان شاء الله يا رب. وانتي حبيبتي ايش فيقك؟ فقت على اصواتكم. انا جعي نامي. كنت عم بحلم. ليش كنتي عم تحلمي؟ حلم حلو كتير خير ما بحسن عندك علي. طيب حبيبتي ارجعي لنا تصبحي على خير. خذ. مرحبا يا اخ. فطرت؟ الحمد لله على سلامتك. بأين وقت يعني؟ صار الصبح هلا بتجيبوا الفطور. اخ كسروني كل جسمي عم بوجعني. سلامتك الحمد لله على السلامة. والله خوفت عليك يا رجال. وأنا قلت إيه كلامك. همي أنا؟ ليش بقى؟ يموتوني وتضلك لحالك؟ أنت لسه جديد على الشغلات لازم يكون معك رفيق. بارك الله فيك عبد. ساعدني تقوم يا عمسي. يا عمسي سلام عليك. ما قلت لي وين جنابك؟ والله انا ابو ايش لسه ما بعرف. جاني ولد قبل ما يكمشوني بيومين وما لحقت اسميه. كمشو قبل ما سمي ابنك؟ حلوه هي. ولحد هلا ما سميته؟ كنت محسب راجيني بنت. بنت؟ انا محسب انه اهل الضياع ما بيحبوا سيرة البنات. كله خلقة الله. تحرك على الفطور. هيك كتر خيركم. قول اخوي قول صار لك مدة ما اكلت. قول مالي نفس ضرب ما بدي عم تخطب. كل انت قول. يلا بناكل سوا بعدين. تعالي لما دخلوه كان الدم معبي وجهه مسحت لقطتنا بحسين. الله يعطيك العافيه. وجودك خفف علي. ايش عم تحكي انت؟ الناس لما عملت خاي. بلا سخله ممكن تعطيني الغليون؟ غليون؟ يسلموا. ليش ما بتفكر هلا باسم لابنك؟ هلا؟ ما خطر لي. راح اسميه باسم الوالد. ابوك اسمه عادل؟ عادل؟ لا. سمي ابنك عادل. يعني لازم نسمي ولادنا بشي ناقصنا. عدل، رحمة، نور. انت ببالك ابوك سماك عبد الرحيم على الفاضي؟ صح. نقي لك اسم. مثل ما قلت عادل. عراسي يا ابو عادل عراسي. عادل. يا
ابو رحيم، دور عليه بكل مطرح، يمكن يكون بسكنة الدرك ويمكن يكون بالحبس. حاضر حاضر. عمو اذا صار المسا وما شفته رجع لا تنام في عزاز. على عيني. طيب يا بنتي طيب، ودير بالك على حالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمو اذا نعم. صار وشفته سلم عليه وقل له انه عادل بخير. طيب يا بنتي طيب، ولا تطول علينا ان شاء الله وتعالى. لا تخافي على عمي يا مرت عمي، طول عمرنا حياتنا ما لنا علاقه لا بالدرك ولا بالحبوس. منين جتنا على الشغله هاي؟ طولي بالك طولي بالك. يلاك 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 دير بالك على حالك عمو. السلام عليكم شباب. عليكم السلام. مرحبا حجي. تعال سعدون، تعال عندي تعال. مرحبا حمي. سعدون. مرحبا عمي. لك احكي بيني وبينك، عندك خبر جديد؟ عندك خبر جديد جديد حجي؟ ايه. عزاز شو؟ احكي بقى خلصني. ابو رحيم. ايش بو؟ نازل على عزاز يدور على ابنه عبد الرحيم. ومن امتى الحكي؟ هلا قبل شوي. ها. حجي؟ نعم. خرمان على قهوة. روح قول لحمود يشربك شاي. وسيجارة؟ تتن ما في. يلا تحرك تحرك. عمود صب لي كاسة شاي. ايه تكرم. شباب نزل ابو رحيم على عزاز يدور على ابنه عبد الرحيم. صحيح؟ والله نزل ابو رحيم على عزاز هلا قبل شوي دور على ابنه. مسكين ما عنده غيره. الله يفك اسره. هلا بيقوم الجمعة. قال عمود خلقه كثير. عم بنقل الجسس في عربيات يا لطيف. بس يا جماعة ايش بكون؟ خلوا هالنهار يعدي على خير. الخبر الجاي بس إلك حمود. إن شاء الله ساعدوني إن شاء الله. أهلا وسهلا. وكيل ايش في؟ جناب الوكيل ايش في؟ ابو عبد الرحيم نزل على عزاز رايح يدور على ابنه عبد الرحيم. وانت الناس هلا خبر؟ ساعدونا خلو اجى على القهوه. اه روح انت. الله يرزقك جناب الوكيل. اي والله. السلام عليكم. وراي. هلا عاصم بيك. ايش في يا فوز يا فندي؟ خبروني قبل شوي انه ابو رحيم نازل لعزاز يدور على ابنه. لو ايش بدنا فيه؟ خليه يروح، ما راح يطلع بيده شيء. صحيح يا عاصم بيك ما راح يطلع بيده شيء، بس مين بده يشتغل بارضهم؟ رزق في الاراضي عاصم بيك. والنسوان؟ فهمها ولدان من جديد، يعني نفسها، وام رحيم مرة كبيرة. حتى ولو، رو بعتهم يدرسوا الرزق، وبعد حدا يرجع ابو رحيم من الطريق، مفهوم؟ مفهوم عاصم بيك. عباس امرك جناب الوكيل. تعال معي بسرعه ننفذ اوامر عاصم بيك. اوام حاضر. يلا ما شاء الله. وكان عاصم كبران وصاير قد وقته. ابن اختي خزيت العين عليه، صاير بيض الوجه. الله بده يعلم بالحال. لا تنسوا المسكين وفائي. الله يشفيه. ليك اختي وفائي ما منه شارة. وفائي ما حدا بيهدي غير سوريا. ايه خايفة عليها منه ما بيتأمل له. الولد حيرق قلبي. لفين رايحين؟ رايحين نتمشى شوي ماما. يا عباس ما هو هون مشان يمشي وراكم، اجلوها. تعي يا بنتي عادي جنبي هون. عندي خبر بده يفرحك كثير. يفرحني؟ ضيقة يا دادو.
وما اشفي. انا بعرف البنت بتفرح بخطيبها، بس ابوك انزعج من احسان لما شافكن سوا عم تلعبوا وتضحكوا. بابا؟ ايه نعم، مشان هيك قرر يستعجل بالخطبه، مو هالجمعه، الجمعه اللي بعدها. ماما ايش عم تحكي؟ وليش انخضيتي؟ لازم ننزل لحلب ونجهزك على المستعجل، هيك بده ابوك. سريع امان يا ربي امان. سريع سريع يا رجال. مين يعني؟ رجال الوكيل، الله لا يعطيه العافية. وليش رجعوك؟ قال ما بصير ينترك الرزق بالأرض. طير روح روح خذ من إيد كنتك روح. يلا شيلك بس لأربط الجحش هنيك. يلا شيلك. طيب يا باشا ديري بالك على حالك. لا تاكلي همي. الله يعطيك العافية يا معاصم، ديري بالك على البيت. هي عندك عاصم، ديري بالك على البيت وعلى الضيعة يا عاصم. كله راح يكون تمام بس لترجع يا باشا. ما عندي شك، الله يرضى عليك. عاصم أدى وقدود صار رجال. السلام عليكم. مع السلامة. إذا إجا أحسان بيك بغيابي لا تخليه يتولدن هو وأختك ثريا. أمرك يا باشا. مع ألف سلامة يا باشا. خلي بالك على الضيعة بغيابي يا فوزي. عاصم بيك عواضي. يسلم الباشا وابنه يا باشا. مع السلامة يا باشا. يلا أبو عمر. مع السلامة يا باشا. يلا على الشغل يا فوزي يا فندي. يلا اساوي هذا، ما بعرف، اكيد رح يعزم رفقاته وما عارفه. طولي بالك يا ثريا خانم. بكره الاحسان هذا، بكره، ما في غير اموت حالي. طولي بالك يا ثريا خانم، ما رح تنخرب الدنيا. احسان شب منيح وابوه رجال معروف ومحبوب، خديه وما رح تندم. لك عم بقول لك بكره يا هذا، بكره، بغل ماني طالع اشوف هيئته. استغفر الله العظيم، حرام يا ثريا خانم. حرام؟ لك حرام اتجوزه. اسمعي مني يا ثريا خانم، أنا إنساني عركت الحياة، واحد مثل إحسان بينبسطوا عليه النسوان، بيمشوه مثل ما بدهم، خديه وضحكي بعبك. لك آه آه يا دادا آه منك، لك أنت وين وأنا وين، راجلنيني. اسمعيني يا دادا، أنا بحب واحد تاني. إيش عم تحكي ثريا خانم؟ عيب، أنت بنت إسماعيل باشا. مثل ما عم بقلك، بحب واحد تاني وما بقبل غيره. منو هاد؟ ايش اسمه؟ بعرفه؟ لا ما بتعرفي. الله يخليك يا دادا، خربي لي هالجهزة ابوس روحك. بدي اعرف بالاول منو هاد وابن مين وايش اسمه؟ خلاص يا دادا، اكثر من هيك ما بحسن اقول لك. ثريا خانم منو هاد؟ واحد ما شفته غير مرة واحدة، لا يا ربي مرتين. وين شفتي؟ تحت في حديقة القصر. هون عنا بالقصر؟ ايه، وكانت الدنيا ليل، بس بيفرق كتير عن احسان يا دادا، بيفرق كتير.
وقال لك مين هو وايش اسمه؟ لا ما حكى معي ولا كلمة. كثير منيح حبيبتي، خلي هالحكي بيناتنا. هلا يلا هنزلي حالك وروقي وخلينا ننزل لتحت. ما بدي، بدي اروح لعند خالي امون. مثل ما بدك يا حبيبتي، مروا عند خالي امون، غيري لي ثيابك ومروا لعند خالي امون. وعدتيني ما وافقتي يا خالي امون، انا سوريا اللي بتعزك وبتحبك، الباشا مصر على الخطبه. هي اراده الله يا بنتي. اوصي روحك قري لي يا خالي. قريت وربنا رح يستجيب ان شاء الله. قريتي؟ ايش قريتي؟ على نية إذا في خير الله يقدمه. خير؟ سوريا خانم الله يخليكي، شيلي من بالك. أشيل من بالي؟ أتجوز إحسان؟ مستحيل يا دادا مستحيل. خالي أمون بدي منك طلب، لا تخجليني فيه. طلبي وتمني يا بنتي. بدي إياكي تبيتي الاستخارة. استخارة؟ إيه استخارة، ما راي يكلفك شي، مو انت بتحبيني وانا بحبك قد الماما واكثر. طيب سوريا خانم احكي وانا عم بسمعك. انا رح استنى برا. لا تواخذيني يا دادو. خدي راحتك سوريا خانم، خدي راحتك. خليكي دادا، كنت محسبتك ما بتخبي شي عن دادا تبعتك. انا ما بخبي شي، بس خليكي دادا. خليكي يا دادا. مرة احكي سوريا خانم. مرة طلعت على المشبك، عم طلع لي واحد على حصان ابيض، قمت فكرته طالع من القصة اللي كنت عم بقراها لأنه اختفى رأسا. بس بنفس اليوم بالليل كنت نازلة لحديقة القصر حتى اشم الهواء. كملي سوريا خانم. قربت من شجرة عم طلع لي هو. مين طلع لك سوريا خانم؟ هو نفسه يا خالي أمون. طيب مين هو؟ بدي تبيتي الاستخارة مشان تعرفي لي كل شي عنه. فين أراضي؟ متجوز إلا لا؟ بحبني إلا لا؟ أنا من يوم اللي شفته هو شاغل لي بالي، حتى صار تجيني في المنام. أبوس روحك يا خالي أمون، لا تضحكي علي، لو كنت في مطرحي كنت ساويتي نفس الشي. طيب يا سوريا، على القليلة أعرف أي شي عنه، اسمه مثلا؟ سوريا خانم بتعرفي اسمه؟ بعرف. شو اسمه؟ عكاش. عكاش؟ سعادة الباشا. السلام عليكم عبد المجيد أفندي. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بإسماعيل باشا، تفضل تفضل ارتاح. أنست وشرفت. يزيدك شرف عبد المجيد أفندي. طولت علينا يا باشا، اشتقنا لطلتكم الكريمة. أنتوا دايما على البال. ها إيش هي آخر الأخبار؟ صرنا زمان ما سمعنا شيء. على ما هي إسماعيل باشا، معناها ابن حماكم ناظم بيك مع بيزور حضرتكم. فعلا صار له مدة ما اجى زارنا في الضيعة. قصدك ناظم على اطلاعه؟ ها ناظم بيك بيعرف الامور العامة اكثر من القائم مقام بذاته اسماعيل باشا. ان شاء الله لا يجي يزورنا قريبا، لهالسبب جيك لادعيك انت كمان عبد المجيد افندي. خير ان شاء الله. حفلة خطوبة كريمتنا سوريا على حسن من أديب بيك. ما شاء الله يا باشا ما شاء الله، كريمتكم سوريا كبرت وصارت صبية. مبروك سلفا يا باشا. الله يبارك فيك. يوم الجمعة مو الجاي، يلدي بعده. منتشرف يا باشا، لفت كريمة منكم. والله كيف شايف للدنيا، فعلا أنا متشوق أسمع. الحصاد حيبسني في الضيعة. الوضع على حاله يا باشا، من نيسان الماضي ما تحركوا الإبليس، وانا كنت متصور انه زخمه انفتر وخف. لا تشد ايدك كثير اسماعيل باشا، ما قاعدين عاقلين. طيارات عم بتزت مناشير على الشاب، بتدعي فيه العرب للتحرك ضدنا. عم بيحرضوا العشائر السوريه، حشود في فلسطين وشرق النهر. المجاعه مستمره في البلاد السوريه من سنتين لهلا.
والناس صارت تكرهنا بعد الإعدامات اللي نفذها بغباء شديد وزير البحرية جمال باشا. الجو ما بيطمن إسماعيل باشا، ما بيطمن أبدا. وأنا اللي كنت مطمن. هذا غير الضغط الهائل علينا في الدردنيل وعلى اسطنبول بالذات. وحلفائنا الألمان عم بيطمنونا، وبدونهم كنا فعلا انهرنا من زمان. كيف عم بيطمنونا؟ عم بيحجزوا مظبوط. بس بيني وبينك، نعم، عند كتير من الوطنيين شعور بأنه عندهم خطة يزيحونا من البلاد ويحلوا محلنا. ولا يهمك، اطمن، المهم أن يقوموا باللازم ونربح الحرب العامة. نحن على الحالتين خسرانين. ما فهمت. على فكرة اسماعيل باشا، رح نبعت قوة تلاحق عصابة عكاش في كل مكان، مو بس على الجبل. وما بيهنالي عيش إلا لما أقضي عليه بعد ما قتل صديقنا اليزباشي رحمة الله عليه. اسماعيل باشا، مو معقول. صباح الخير يا شكيل. تفضل يا باشا، ولا ناوي تضل واقف على الباب؟ نورت يا باشا. شلونك يا شكيل؟ مشتاقة كتير يا باشا، طولت علي هالمرة. أشغال يا شكيل، الحصاد حيبسني في الضيعة. صرت أغار من الحصاد لأنه بياخدك مني. غيراني يا شكيل. حقك علي. تفضل يا باشا. أقول لأسومة عمر لنا الطاولة، دقيقتين وبكون عندك. لا، دقيقتين كتير. ولا حدا بيبدل إحسان بيك بعكاش؟ أنا يا دادا. أنت أكيد جنيتي إسماعيل باشا، لو بتموتي ما بيجوزك إله. من سنتين هو حيت الدابه وداب أبوكي، إمام خلي له رزق. وآخر شي قتل له رفيقه اليوزباشي. اليوزباشي كان عدوه لعكاش. عدوه؟ أي نعم ستي. شوفي يا دادا، يا عم بتحبيني وبتساعديني، يا عم بتكرهيني وبتريديني اموت قهر. سوريا خانم، تركيني ابكي واموت حالي من البكا. تركيني سوريا خانم، اسماعيل باشا بيموتنا. رح جد العيش مع احسن الزفت تبعكم. طيب يا ستي، رح اعمل كل شي بتحبيه، حتى لو بيذبحني اسماعيل باشا، حتى تعرفي شقد بحبك. بحبك يا دلع، بحبك. خطبت بنتي سوريا لأحسان بيك، حكيت لك عنه وعن أبو وديد بيك. سوريا كبرت وانخطبت، ألف مبروك يا باشا. الله يبارك فيكي. شقد مشتاقة أشوفها، آخر مرة شفتها فيها كانت من 5 سنين، كانت بنت صغيرة يوم نزلتها هي وأخوها عاصم، وما قدرنا نحكي مع بعض. هلا كبرت وصار لازم تتجوز. أكيد صارت حلوة، بتشبهك يا باشا. يعني أنت الخطبة؟ الجمعة مو الجاي، اللي بعده. ورح تعزمني يا باشا، مو هيك؟ لا يا شكيبة، ما بحسن، بخاف حدا يشك فيكي، بتلفتي نظر. ولأيمت رح نضل هيك؟ أنا بحبك يا باشا، وجيت معك من حلب لهون لحتى أكون جنبك. شوفني شقد عم بضحي. بعرف يا شكيبي، انت غالي علي كتير،
بس ما عندنا حل تاني، لازم تضل علاقتنا بالسر. خلص يا شكيبة، انت اللي غالي على قلبي يا باشا، بموت وما بزعل منك. دي قومي هاتي الساكو رافرجيكي اجيب لك معي. صحيح يا باشا. هذا إلي يا باشا. ما بيغلى عليك شيء يا شكيبة. تعي ألبسك يا. الله لا يحرمني منك يا باشا. أنت سيدي وتاج راسي. أنا اليوم مقدر يا شكيبة. معاش اللي كدرك يا باشا. سمعت أخبار ما بتسر. بعتي خادمتك تند عباس. أمرك على راسي يا باشا. أسوم تعي. أبه صحي العباس، بريدو الباشا. قل لي يا باشا، إيش الأخبار اللي سمعتها وكدرتك؟ فضفض عن قلبك، يلعن أبو الدنيا ومشاكلها. أخبار الحرب يا شكيبي. أبه أبا 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 يلا طالع فوق يا شباب. يلا يلا يلا. لما عيوننا بتتلاقى نظرة طويلة مشتاقة، لما عيوننا بتتلاقى نظرة طويلة مشتاقة، شجرة أملي وأوراقة بتزهر ويغني وتري، تزهر ويغني وتري، شجرة أملي وأوراق تزهر ويغني وتري، تزهر ويغني وتري. يا لحن قلبي غنى عمري بأنغام تهنى، يا لحن قلبي غنى عمري بأنغام تهنى، يا منادى واستنى لقدومك فرح بسهري، لقدومك فرح بسهري، يا منادى واستنى لقدومك فرح بسهري، لقدومك فرح بسهري. عكاش متغير هاليومين، بده ينزع كل شغلنا. لا تخاف على عكاش، عكاش قبضاي بيعجبك. نحن لازم يكون قلبنا قاسي يا نديم، العواطف ما لها محل عنا. قصدك بنت الباشا؟ أهلا بنديم. إيش تهم يا عكاش؟ بحال هالدنيا أنت غرقان، من وقت ما شفت بنت الباشا وأنت غرقان يا صاحبي. بس بنت رقيقة، رقيقة كتير يا نديم. يا عكاش حمدو خايف عليك. ولا حمدو يطمن. عكاش نحن وأبوها في حرب، يا قاتل يا مقتول. البنت غير أبوها. ماشي، إيش هي خطتنا مشان بكرة؟ مثل ما اتفقنا، رح نعمل غارة على طريق عزاز. السلام عليكم ورحمة الله.
يا رب ساعدني أخدم أعز إنسان على قلبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. سوريا خانم الله يخليك، تأخرنا صار نص ليل. كمان شوي دادا، أبوس روحك ممكن يجي؟ طيب تكرمي، كمان شوي. اللهم اجعله خير. يا سوريا يا بنتي. السلام عليكم. السلام.